نجح 4 مهندسين فلسطينيين متخصصين في مجالي الميكانيكا والكهرباء في قطاع غزة بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق أمواج البحر عبر نموذج مشروع هندسي استغرق تصميمه قرابة 4 سنوات في محاولة منهم لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة. وصمم المهندسون 4 نموذجاً مصغراً لمشروعهم الذي سجل نجاحاً في إضاءة عدة مصابيح كهربائية معلقة على حامل خشبي في ميناء المدينة. وكان المهندسون 4 قد طوروا هذا المشروع عبر بحث سبق أن قدموه عام 2016 كمشروع للتخرج في الجامعة الإسلامية، ومنذ ذلك الوقت قدمت حاضنة الجامعة تمويلاً للمهندسين من أجل تطوير المشروع وإدخال بعض التحسينات عليه، إلى أن انتهوا منه قبل قرابة الشهرين. طبعاً مشروع ويف إنرجي كونفيرتر هو مشروع لتوليد الطاقة من موج البحر. المشروع بيعمل على توليد الطاقة من موج البحر عن طريق 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول الميكانيكال سيستم، الجزء الثاني الهيدروليك سيركت، والجزء الثالث هو الكنترول أند الإلكتريكال أوتبوت سيستم. الجزء الأول هو عبارة عن فلترات عائمة في الماء تعمل على اكتساب الطاقة المختزنة في الأمواج من طاقة حركية لهيدروليك إنرجي. الطاقة المنتجة تدخل على الهيدروليك سيركت وتعمل على يعمل الهيدروليك سيركت على تحويل هذه الطاقة إلى طاقة كهربائية. والطاقة الكهربائية يتم التحكم فيها عن طريق جميع أجزاء المشروع يتم التحكم فيها عن طريق الكنترول سيستم. وشعر المهندسون 4 بالفخر في اللحظة الأولى التي تولدت فيها الكهرباء من أمواج البحر، حيث تكلل مجهودهم الذي بذلوه خلال العامين السابقين بالنجاح. ويطمح المهندسون 4 إلى تحويل النموذج البحثي إلى مشروع يخدم أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني يعانون أزمة نقص الكهرباء في غزة.